الدكتور مبارك بن حمد بن شايق الشهواني. صبحك الله بالخير ابو حمد ويعطيكم العافيه على جهودكم. الله يصبح بالسرور والسعاده. اهلا وسهلا. نشكركم اولا في البدايه نتوجه بالشكر الجزيل الى حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفه الثاني والى ولي عهده الكريم الشيخ تميم بن حمد الثاني. ابو حمد بدايه كيف شاهدت الاقبال الجماهيري على هذا السباق الكبير؟ طبعا لا انا يعني متوقع وقبل ما اتوقع هو بيصير هذا هو الصح الموقع الكلام الصح ان الاقبال هذا وراه دافع قبل فيه طبعا الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة الثاني وولي عهده الأمين لجميع الرياضات وخاصة رياضة سباقات الهجن. فلولا دعمهم الكبير لما كانت وصلت هذه الرياضة إلى هذا إلى عصرها الذهبي. أنا أقول وأنا متوقع أن العصر الذهبي يمتد مع الرياضة ما دامت فيه رياضة سباقات الهجن القدر أنه يمتد بدعم من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده. فالرياضة هنا في سباقات الهجن عندنا الحمد لله رب العالمين نشكر الله ونشكر ولاة أمورنا إنها يعني وصلت إلى يعني إلى القمة في الدعم وفي ولا ننسى جهود رئيس اللجنة الشيخ أحمد بن جاسم الثاني اللي فيها في الاهتمام براحة الضيوف والمشاركين سواء كانوا ضيوف أو من أهل الدار. فطبعا مثل السباق هذا سباق مستشار سمو الأمير صاحب حضرة صاحب سمو الأمير البلاد المفدى لازم يجب أن تكون هناك فيه اهتمام به. فالحمد لله يعني الإقبال كبير. طبعا الناس كل حاسب حسابه وكل مجتهد بالترتيبات. طبعا بدأنا اللجنة بدأت بترتيباتها من حوالي شهر قبل شهر فالناس مستعدين لهذا السباق وبعضهم كان موجود هنا من بداية الموسم يعني فتجد ان الناس يعني العدد كبير والمهتمين من هنا من الجوائز ومهتمين للمشاركة ومهتمين لانهم يعني يشاركون في هذا استعدادا للسباقات الكبيرة القادمة ان شاء الله. اذا ابو حمد كيف شاهدت المنافسات بشكل خاص منافسات الهجن على الاشواط المقامة؟ والله ممتازة اقدر اقول لك ممتازة جدا ولكن يعني السباقات الجاية اللي هو اقرب سباق لنا سباق سمو ولي العهد بيكون فيه منافسات يعني قوية أنا متوقع لهذه السباق المنافسات بدأت في هذا أقوى فبتكون هناك أقوى وأقوى بتكون في سباق سمو ولي العهد لأن الناس حاسبين حساب لهذا السباق. أبو حمد رأينا جوائز نقدية وجوائز عينية قيمة وضعت لهذا السباق. هل تتوقع أبو حمد أن هذا ما أحد المشاركين بحضور بكثرة لهذا المهرجان؟ طبعا هذا هو سبب الأول ولكن في أسباب ثانية أن راحة المشاركين اهتمام رئيس اللجنة بالضيوف وبأهل الدار وبمتابعة والتنفيذ وتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد لهذه الرياضة جعلت المشارك في سباقات الهجن يرتاح هنا سواء كان مشارك أو كان متفرج أو كان متابع أو كان مشجع. فهنا من صدى الجمهور اللي بحاضرين هنا يعني أنا بلتمس منهم منهم جايين هنا بعضهم يستمتع برياضات سباقات الهجن وبالتنظيم في دولة قطر هنا في ميدان الشحانية. فهذا اللي جعل يعني الجمهور كبير المشاركين سواء أو مشجعين يتجدهم بكثرة في هذا. فأنت لو لاحظت يعني انطلق أي شوط من شوط والكاميرا عدسة الكاميرا لفيتها على شوط تجد ان اللي يعني متابعين الشوط يعني تفكر ان تقول ان المدينه ما عاد فيها يعني اصحاب سيارات او تجدهم كلهم منتقلين للشحانيه ما هذا حبهم لهذه الرياضه واهتمامهم بها. فكره جميله ابو حمد اقامه او تسليم الجوائز هنا في بالقرب من المضمار اراحه المشاركين. حدثنا عن هذه الخطوه الممتازه. والله طبعا هذه كانت يعني بدعم من سمو ولي العهد وتوجيهات ومتابعه وتنفيذ من رئيس اللجنه فاخترنا هذا الموقع القريب من المنصه وقريب من نهايه الانطلاقه
من نهاية الانطافة بيكون قريب يعني بالتسليم وفي راحة المشاركين، لأن المشارك ما يحتاج يروح مكان بعيد من هنا، من النهاية ممكن يعرج شوي على اليمين أو اليسار يستلم الجائزة من هنا والرمز في المكاتب هذه اللي احنا موجودين فيها. دكتور مبارك بن حمد بن شايق الشهواني نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، نشكركم على التنظيم الممتاز ونشكركم على كل الجهود التي تقومون بها في سبيل إراحة المشاركين والضيوف ضيوف المهرجان. هل من كلمة أخيرة لمشاهدينك في موقع الأبرقة؟ والله أولا نشكرهم على كل الناس اللي يعني مشاركوا معنا، على التزامهم بالنظام واتباعهم الأوامر ويعني ومساعدتهم لنا في سواء كانوا يعني منظمين. ونشكر موقع الأبرقة على اهتمامه دائما يعني بمتابعة الحدث أول بأول وبوجودكم، سواء أنت يا أخ بريك أو أحمد صايم أو الأخ المصور اللي فأنا بشوف كل يوم أنتم موجودين صباح ومساء، وهذا ودائما يعني حتى لو ما كان في مصور حنا بنستعين بموقع الأبرقة في التصوير، وهذا وهذا شيء جميل جدا صراحة، لأن يعني سباق بدون تصوير أو بدون إعلام يعني لا يساوي. يا رضا الوفا والخير يا دار له انتي، يا رضا الوفا والخير يا دار له انتي، حلمنا حلم كبير لك عطانا والمسير، نهجنا نهج الأمير في ميادين الأمم، حلم كبير لك عطانا والمسير نهجنا نهج الأمير.